كذلك بالنسبة لتعزية الشيعة، إذا كان من عامة الشيعة لا يكفر، لا يسب، لا يشرك، لا يقول بتحريف القرآن، من عامة الناس يعزى، ما في مانع أنه يعزى ويقال غفر الله لميتك ويقال عظم الله أجرك، نفس المسلمين كمسلمين، لكن لا نذهب إلى الحسينية ولا إلى المسجد ولا إلى المقبرة. تعزيه في بيته، تعزيه في التلفون، تعزيه في الديوانية، تعزيه في العمل، نعم، لكن لا تذهب إلى هذه الأماكن.